الملاقي إيناس العويني الخال وإيمان البحري كل نهار أحد من العشرة حتى النص نهار على راديو كابا فاما. بونجور بونجور، صباح الخير والورد والياسمين وخاصة التفاؤل. وكما قال الإمام الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني، ولا كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن لسانه بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. بهذه الكلمات أنا إيناس العويني الخال من وراء الميكرو نقول لكم توكلوا على ربي وإن شاء الله اللي جاي فيه الخير. ومرحبا بكم في برنامج أجري كاب اللي كما العادة ترافقني فيه إيمان البحري من 10 نص النهار، ويرافقني فيه زاد الفريق التقني حلومة أحلام زميتة، نقول بسم الله عليك يا حلومة. وإلا زادت نجموا تسمعونا على 3 فريكونس 91.5 95.2 105.6، وإلا زادت تفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ لراديو كاب اف ام. وتوا نقول غو بونجور الأحمون أحلى أمونة. صباح النور، صباح التوكل على الله، صباح المحبة لجميع مستمعينا اللي يسمعوا فينا كل نهار أحد ويبقوا معنا من العشرة نص نهار. برنامجنا كالعادة باش نبدأ مع فقرة ميتيو مع الأستاذ عامر بحبة اللي باش يعطينا أهم مستجدات الطقس، ثم فقرة مرشي نيوز، ثم عنا فقرة فصل قانوني بحضور الأستاذة ألفة بن ساسي المتصرف القضائي والمصفي المؤتمن العدلي والخبيرة لدى المحاكم باش تحكي لنا على موضوع هام جدا، وهو تصفية الأملاك المشتركة بين الزوجين. ومن بعد باش نمشيو رحلة مزيانة معك انت إيناس باش تحكي لنا على للا البية تونس. وخليني نقولك هاو للا البية تونس، وباش تبقاو معنا وتسمعوا الحوار وإلا الفقرة متاع إيناس كيفاش باش تكون. ثم من بعدها باش تحضر معنا السيدة رحاب بريغي، مهندسة مستشارة في البيئة والمسؤولة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في فقرة إرشاد فلاحي باش تحكي لنا على التغيرات المناخية والبيئية وعلاقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات. وتوا فقرة ميتيو. فقرة ميتيو اليوم كالعادة يحضر معنا الأستاذ عامر بحبة. صباح النور أستاذ. صباح الخير إيمان، صباح الخير إيناس، مرحبا بك، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين على راديو كابا فام. يفضلك أستاذ عامر، خلينا ناخذ معاك آخر تحينات الطقس. وقبل هذا خلينا نعرفوا معاك، هل أنه الاستقرار هذية في حالة الطقس ما زالت متواصلة ولا فما تغيرات؟ في الحقيقة حالة الطقس مش تقعد مستقرة لأيام عديدة أخرى، ممكن على الأقل أسبوع، ممكن حتى 10 أيام أخرى على الأقل. في الحقيقة قبل 10 فيفري وقبل 8 فيفري صعيب برشا باش تعود الأمطار. نحن الآن تحت هيمنة مرتفع الأسور، المرتفع ذا اللي الناس كل تعرفه ولات، معناته اللي هو يعني ما يخليش المنخفضات تنزل، يلعب دور الحاجز أمام نزول المنخفضات والهواء البارد، وبالتالي معناته الطقس يكون مستقر دون تقلبات. في الحقيقة صحيح نزلت الأمطار في الأسابيع الماضية في ديسمبر وفي جانفي، وعندنا توا مدة بدأت تطول شوية انقطاع الأمطار، وفي الحقيقة مازالت متواصلة. إن شاء الله ما تطولش أكثر، معناتها إن شاء الله ما تزيدش أكثر بعد فترة 10 فيفري، وإن شاء الله إن شاء الله في العشرية الثانية أول العشرية الثانية إن شاء الله تعود الأمطار، خاطر المدة كما قلت بدأت تطول شوية انقطاع الأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة كنت لاحظت وظهر لي الناس الكل في برشا مناطق تونسية اللي الحرارة ارتفعت الأيام الماضية، وكنا سجلنا حتى 27 درجة و 26 درجة و 25 درجة في عدة مناطق تونسية، في ولاية القيروان، ولاية الساحل الثلاث، حتى في قفصة، في توزر، في بتنين، في جنوب تونس عموما، في جاب الزادة، وحتى في المناطق الأخرى الشمالية عموما كانت أجواء دافئة وحرارة كانت عشرينية بما فيها جهة نابل وولاية نابل. بداية من اليوم فما انخفاض في درجة الحرارة، حرارة اليوم تقريبا باش تكون اليوم الحقيقة وحتى الأيام القادمة معناتها 3-4-5 أيام الجايين الحرارة باش تكون في تونس تقريبا من 12-13 درجة على المرتفعات الغربية، خاصة المرتفعات التالة تكون منخفضة نسبيا ساعات وحتى أكثر. عند راهم زادة ممكن قصرين نجم تكون غديك الحرارة
يعني معناتها احيانا 12 13 درجه، احيانا حتى نجم توصل حتى 15 16 درجه. وفي بقيه المناطق التونسيه عموما بين تقريبا بين 14 و 19 درجه، معناتها نجم نقولوا حراره اقل من 20 درجه، مش حراره عشرينيه كما عشناها الايام الماضيه، يعني نجم نقولوا حراره عاديه، هو حراره تقريبا حول معدلات ديسمبر، معناتها هذه معدلات ديسمبر تقريبا هكاك، تقريبا من 12 13 حتى 18 درجه 19 درجه. بالنسبه ل يعني منتصف الاسبوع القادم وخاصه النصف الثاني من الاسبوع القادم ربما ترتفع الحراره ببعض الدرجات كما قلت، ولكن عموما معناتها اجواء عاديه دون تقلبات دون منخفضات، حراره تقريبا عاديه حول المعدلات، ساعات اكثر شويه. ولا هذه حاله الطقس، وهذا بطبيعة نتيجه كما قلت مرتفع الاسوار. بيه أستاذ عامر، سمعنا أنه فما رجة أرضية في الكتار من ولاية قفصة، وبالحق فما كما تعرف احنا الفيسبوك والناس ما حكاية كيف هكا الدنيا تخوض شوية، كم تعطينا أكثر تفاصيل أستاذ عامر وطمنوا بها الناس الموجودة غادي وإلا حتى في الجمهورية كاملة؟ بيه هو معناتها في الليلة الماضية تقريبا العشرة وربع، تقريبا عشرة وربع دقيقة من الليلة الماضية كانت سجلت منطقة الكتار. الكتار هي مدينة صغيرة موجودة قريبة لقفصة، شرق قفصة ولا جنوب شرق قفصة. الرجة كانت قوتها 3.5 يعني درجة على سلم ريشتر، مش قوية زادة مش ضعيفة، مش نجم نقوله رجة متوسطة، أكثر من ضعيفة بشوية، خاطر ضعيفة عادة تكون درجتين ونص، ثلاثة درجات، كي تفوت ثلاثة ونقرب للأربعة تولي درجة متوسطة، أكثر من خمسة تولي أستاذ عامر نجم. أستاذ عامر خلينا نقول احنا مش متعودين نوعا ما باش توصل ثلاثة درجات ونص في تونس الحقيقة متاع ربي، يعني كوميم نتصور روم حساها على ذيك الموقع العبيد تفاجأت. هما حسوها ممكن على خاطر الناس الكل في ديارها وفي ساعة الليل والهدوء إلى آخره، معناتها أقل حاجة تنجم تحس معناتها بهذه الرجة. ومعناتها عموما في تونس معناتها الرجات القويه نسبيا والمتوسطه مش ديما نسجلوها مره بعد قداش، اكثر من خمسه درجات هي معناتها نجم نقولوا درجات نادره في تونس، يتم تسجيلها مره كل على سنوات طويله. عموما في تونس اكثر الدرجات تقريبا بين درجتين وثلاثه ولا درجتين وثلاثه ونص اغلب الرجات، ولا تشكل خطر في الحقيقه، ما تنجمش مثلا هذه يعني الرجه هذه تاع ثلاثة درجات ولا ثلاثة ونصف ولا اثنين ونصف ما تنجمش تطيح الديار مثلا او تكون فيها خسائر مادية الى اخره، دونك الناس تحس بتتفجع بحكم احنا زادة ماناش دولة زلزالية كبيرة، فما دول راهو يعني تسجل رجات بصفة يومية ومتعودين. احنا في تونس تقريبا في السنة في كل عام نسجلوا تقريبا 20-30 رجة في مناطق مختلفة بالطبيعة، مش في مكان واحد، ومانيش متسنسين برشا بالرجات القوية، هذاك علاش كي تصير رجة معناتها الفيسبوك الكل الناس تنزل تحكي على استاذ عامر كما قلت نطمن الناس. ويتفضل استاذ عامر، شنو الأسباب نتاعها كنت قلنا وبسرعة؟ الأسباب هي معناتها ضعف وانكسارات في معناتها في القشرة الأرضية معناتها معروفة، وهذه الانكسارات تنجم تخرج منها المواد ولا الطاقه المحصوره في باطن الارض، كي تخرج دونك باش ترج الارض وتعطي رجه ارضيه. وفما زاد التقاء الصفائح وابتعادها، تكون غاديك فما انكسارات اما تكون كبيره برشا. والحمد لله احنا ماناش موجودين برشا على حدود الصفائح. الجزائر مثل شمال الجزائر شمال المغرب موجود اكثر على حدود الصفائح، زاد جنوب ايطاليا جنوب اليونان تركيا، وذاك علاش هما عندهم زلازل اقوى، واحنا الحمد لله ما نش بالضبط على حدود هذه الصفائح، علاش الزلازل نتاعنا مش قويه برشا، والزلازل عموما مرتبطه بانكسارات وتصدعات يعني صغيره وضعيفه، والحمد لله معناتها في اغلب الاحيان ما تقلقش هذه الرجات، والحمد لله ان شاء الله ديما مسؤولين. والله لعن الايمان الحمد لله، ان شاء الله كل شيء ربي يعطينا باللطف، الحمد لله احنا هكا مشنا ناقصين يذري لا زلازل ولا فيضانات، خلينا هكا رايدين مسالكين. شكرا لك استاذ عامر على كل هذه التوضيحات، ملتقانا الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لك استاذ عامر، ربي بقى لي نستر ايمان. اللهم امين يا ربي. والله هذه كانت فقره ميتيو، نخرج شويه اغنيه لنا.